أنا المواطن السوري أحمد عمر ملاص أعلن انشقاقي عن مكتبة الأسد وهذه هويتي. تفرجوا هلا أنا شخص حاب يقرأ راح سجل بمكتبة الأسد. أنا شو ذنبي صورة المقبور تكون موجودة على بطاقتي؟ شو ذنبي صورة المقبور تموجع على بطاقتي؟ شو ذنبي أنا بدي أقرأ بيكتبوا لي الدخول قاعات المطالعة بموجب بطاقات الاشتراك لا تستخدم إلا من قبل صاحبها؟ يعني معقولة مثلا أنا روح أعطيها لبنت الجيران تستخدمها لما هن بيعرفوا أنه أنا أخذ؟ لك يا سيدي لو بنت الجيران استخدمتها وراحت تقرأ وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ يعني مثل الأستاذ علي فرزات وقت كان يحس إن الدومري عم ترجع له وهي مستخدمة يعرف إن البياعين عم يأجروها، شو كان يقول لك يا أخي أجروها؟ المهم الناس تقرأ تاكل ورق تاكل علم. طيب نيجي الثانية، يمنع إدخال الكتب والمحافظ الخاصة للقاعات، يعني أنت فايت تقرأ بيصفقوك كلمة يمنع لحقنا. يمنع التدخين في كافة أرجاء المكتبة عدا بهو الاستقبال والشرطة. وطبعا يعني الشرطة مسموح تدخن جوا. طبعا الشرطة مسموح تدخن وتلعن عن أبو العالم. يعني أنا لسه ما دخلت سفقتوني تنتين يمنع، وأنا شو فايت أقرأ؟ اقرأ أمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نيجي بيصفقوني اليمنع الثالثة، يمنع تناول الأطعمة والمشروبات إلا في الشرفة. يا جماعة معنا ناكل أيام حافظ أسد. يعني أنت أقسم بالله مرة فتت أنا ومحمد ورفيقي اللي عم يدرس ببريطانيا ما لحق يدرس تمثيل لأنه كرهتوه عيلته وكان موهوب جدا اسمه محمود حسن. صار مرات بدي أقول لكم إنه يمنع تناول الأطعمة والمشروبات إلا في الشرفة. والله إنه كنا نفوت أحيانا لنقرا يخلص لك ولكم معنا وصاي ناكل فبدت لي يمنع أكل يمنع ينعى على أبوه. هلا يراعى الهدوء والمحافظة على النظافة، محافظة على النظافة صورة مقبول صورة حافظ الأسد موجودة جواي قمة الوساخة والأثاث ومواد المطالعة. بعدين آخر الشيء بيختموا لك كل مخالفة للتعليمات تعرض صاحبها لسحب بطاقة الاشتراك. شو فايت على فرع مخابرات أنا؟ أنا فايت اقرأ لما فايت على فرع مخابرات بحياة ربك مثلي. أنا فايت اقرأ فايت امسك كتاب واقرأ لما فايت على فرع مخابرات. لك أنت فايت على مكتبة الأسد وكلها عبارة عن لحظات لغات أمنية. هذا دليل إنك أنت واحد تعمل خايف تجيب وش حدا البطاقة واسقطي كما سيسقط السافر بالشارع الأسد. طيب بس بدي أقول شيء على السريع، أنا بدي أقول هلا أحمد معه بطاقة مكتبة الأسد بنسميها مكتبة الحرية أو مكتبة غياث قطر أو مكتبة الشربجي وانشق. أنا بالنسبة لي ما حنشق ليش؟ لأن من زمان البطاقة كلها مضوعة بالتواليت يعني صورة المقبور عن جد أنا بقترح كل واحد عنده صورة لحافظ الأسد لكن يحطها بالتواليت لأنه هاد مهامه. لا لا حرام عم تشرفوا هيك انت. انا بدي اختم يسقط الاجدب بشار الاسد.